يحق لمقلتي تجري الدموع على من كسروا منها الضلوع. فاطمة سلام الله عليها، وهذا جلباب الحزن على فاطمة، ما تنسى فاطمة سلام الله عليها. يحق لمقلتي تهمي الدموع على من كسروا منها الضلوع، أيهجم بيت فاطمة جهارا ويدخل بيتها حطبا ونارا؟ عجبت لمن إذا شهد المغارة يفر ويحرق البيت الرفيع. لقد حكموا بليل أو نهار بكاء لا تقر بلا قرار، وكيف قرارها والحكم جاري عليها وهي لم تطق الهجوع؟ فأخرجها علي للبقيع، إما أن تبكي نهارا وإما أن تبكي ليلا، أما أن تبكي النهار وتواصل البكاء بالليل فهذا في حكمهم لا يجوز. فأخرجها علي للبقيع بأطراف الأراكة والفروع، تقيم هناك ناثرة الدموع على من أورث الدنيا صدوعا. نادت يا ظلالي الضافي العدى قطعة وظلالي. محاربة، محاربة في كل شيء، حاربوا فاطمة على مختلف الجبهات حقيقة. يا ظلالي الضافي العدى قطعة وظلالي، أقعد بحر الشمس من حولي أطفالي، وارجع وعاين من برك يا ياب خالي. يلا وياها. بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب، انا عندي شجاعة دير هالعالم يمينه، بالصبر وصيته يا سلطان المدينة، قومك عليه وقلوبهم تغلي بضغينة، وبدر أحد وحنين بيهن صار مطلوب. بعد قالت حكاية لأبوها رسول الله وهي على قبر النبي، وقد أخذت شيئا من تراب القبر وضعته على رأسها على وجهها على صدرها، قالت إنها ضعاين ساعدي ولطمة عيوني. بعد 50 سنة ترى هالموقف، بعد 50 سنة هالموقف تكرر زينب على جسد الحسين وتقول له هذا متني قد اسود، مو قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، لكن وزادت البنت. إنها ضعاين ساعدي ولطمة عيوني، اقرأ وياي. صوت الرجس والرمي أبو القاسم انتو اجمعوا علي بيتي وما حد وقف دوني،
ونهبة ونحل وصابرة والصبر كم دوب كم دوب لا تصبر وقلبي كله جروح تاكل بيام اللي منعوها من النوح يا ابوي كل يوم اخذ السبطين واروح بين القبور ابجي ونرجع وقت الغروب نادت قومك يا ابويا ما رعوني قومك يا ابويا ما رعوني اخلاف عيلك مرمروني بالدار جوني وروعوني وبسياطهم بويا ضرب وحتى جنيني سكطوني وبرا المدينة طلعوني ومن البجع عليك نعم شخص قال لي شعليت نار ورا البر طلبوها مني الشباب طلبوها مني أصحاب المجلس هذا شخص قال أنا اللي شعليت نار ورا البر أريدك تجاوبني ها حرقت ودخلنا ولا كان بالحسر قوية قوية رأيت البتولة وراء الباب بلا حجر هلا بيك هلا تنادي يا بويا ولون هلا عرب وانا عصريتها بقرار واسمع ضليعها انكسر يا قوي يا وانا عصريتها بتحب فاطمه ولا واسمع ضليعها شخص قال ورا الباب تلاوذ شفيتها أقرأ لك برقها حتى أخذ بقلبك ها تأخذ بدمعتك ها والله يرحم المرحوم برحمة الواسعة شخص قال وراي المار تلاوذ شفيتها ترى الباب ثجيلة وعليها فعيتها عصرتها ولحد ما توني سمعتها عصرتها ولحد ما توني صرت تنادي علي أمان ولها قال أنا شفت العجب وين وياها وجه البتولة انضرب صح أنا شفت العجب صح أنا شفت العجب وجه البتولة انضرب اصفعتها يقول اصفعتها وشفت دم بداية يا فاطمة اسمع حبيت يا حبيبي يقول اصفعتها
وشفت دم بدي أثار الدمى من جفنها السجين أسمها وكأنها غريبة وسبية يلا حرك قلبك تقل لي حجابي وكلش علي تقل لي حجابي وقلها إيش علي يا ويلي وانا عصرتها بقهاوي واسمع ضلعها انكسر وانا عصرتها بقهار وانا عصرت واسمع واسمع شخص قال شفيتها توزع نظرها لحيدار لفضة ولبينها وكسرها اختلط دم جفينها مع دم صدرها اختلط دم جفينها مع دم صدرها ويلي ويلي عالحايط انظر دمى كسروا ضلع فاطمة يلا سمع عمام زمانك عالحايط انظر دمى كسروا ضلع الحقد وجهه ونار الجزل بالباب هذا بالعطية عظمك تنظر على بيات معنا من قبل كان الروح من جملة الحجة بيع الوصي وابناء الزغرة والكتاب اطرياي قالوا يا حيدر قوم لو تنوخذ قوة ما جاوب الكرار بس تجري تسوي الباب ومن ورا الباب والعبيد من باب حينه ودخلت جموعة حسوا عصرة وغدت من خلف التلوى خرب وخر المحسن وصاحت يا فضة مين حكى لدركيني ترى مقدر النهضة روعي ترى الكسرة وجسم المرض ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة ديني يا فضة حيدر الكرار شوفي قبلي عن حالي وعن ضيمي قالت يا بنت المصطفى حيدر وقلب على جمر الغمى لجلج تطوع الله لو شفتين حلال المشاكل ليت الحروب بركبتك الله وحنان نجيب طاعتهم ودمع العين صاحت تبكي للقرب فارق سلوة ويلا وان جان طلعوا بالوصي قوم اطلعي سيد العصر بالباب وتسكر يميني
تشوفون روح القبر جدكم يا أرض خبرة بين الدمار بعد السوا وردت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكبد محزوني نادت وأظهار المصاب بقلبها أبت أعز على الردات معيني أبت هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عنها روني يا الله.